في الاول كنا انتغاسي بالماده وهذا من دابا ما بقيناش اصلا حامل نجيو كنجيو كنلقاو كنرجعوا نعاودوا نخرجوا ما كنقراوش الماده حتى داك الشغف باش كنا جايين باش نبداو ماده جديده مشى صافي صحه ما بقيناش حامل نقراو لونجلي شي يقول لك ما جاش الاستاذ وكاينين شواهد طبيه كاينين رخص ماده الانجليزيه ما عمو ما جا اول حصه جا في الاول ديال العام وقد عندنا ذاك العام يلا كيجي بعد ماشي كاين استاذ بدل استاذ حيت ما عمرنا شفنا من الاول ديال العام استاذ شد الشهاده الطبيه الاولى فيها شهر وسبعه وثاني وحده اخرى فيها ست ايام استاذ حنا مازال متبوعين بالفرد الجهوي والمحلي استاذ ما عمرنا قرينا الماده كنقرا عندي استاذ عينان ما عمرو جا استاذ ذاك العام ما عمرو جا حتى بعض الحصص اللي كيجي فيهم عندكم هذا العام؟ لا ما عمرو ما جا تيقريكمش من المادة يعني فروض عزيز على الجهوي وشحال من حاجة صافي ما عمركم كاع شفتوه ما عمرنا شفناه ما أي حد صح حصة ما جاش المشكل هو واحد 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 الأستاذ ديال الإنجليزية يعني كنمشينا عند المدير قلنا له يا الله يجزيك بخير واحد الأستاذ ديال الإنجليزية المشكل ديالو شنو هو ولكن المدير برر لنا باللي هو راه كيحط شي شواهد طبيه واش هاد السيد فوق القانون واش ما محكومش ما كاينش اللي كيتحكم فيه لا بينا نعرفوا اش ميتو مشينا للحراسه العامه سولناها كذلك برر لنا بالشواهد الطبيه هي عندي بنتي كتقرا تما هي اللي كتقول لي هاد المسائل هادو ملي كنسولها كتقول لي برا ما عمرنا دخلنا عند عمرو جا ما عمرها قرات عنده ما عمرها السلام عليكم بالنسبه لهذا السيد هذا راه داير لنا مشكل بالنسبه للتلاميذ ودابا كيوليو حتى الدراري الصغار كيطالبوا بانهم باش يمشيو للبريفي ووليدات الوالدين حتى ما عندهم ماشي بالاستطاعه ديالهم باش يديو هذا الواجب هذا والمهم تنطلبوا من هذا السيد المدير باش يتدخل في اسرع وقت اذا كان ممكن السلام عليكم انا يعني نيابة على جميع الآباء تقريبا أنا تنجي أنا وشي ناس أخرين على حساب هذاك الأستاذ اللي تيقرا الإنجليزية عندي بنتي تتقرا تما في الأستاذ الإنجليزية وهذا العام السنة الثالثة 11 عندها ما عمرها قرات وتدعينا بالنسبة لشكاية وتتشوفوا بأننا مقبلين على يعني جهوي ومحلي الوطني وداك الشيء راه بغيت هذا الاستاذ علاش بتعرفوا علاش ما تيجيش ولادنا شهرين عادي ما جاش ليهم عندهم امتحان ديال الجهوي وما عمرهم شافوا حتى وجهو كي داير صافي بارك الله مع هاد الناس هادو على حساب هذاك الاستاذ اللي ما كيجيش ديال الاستاذ الانجليزيه وكنصيفطوا هذه الرساله للوزاره المكلفه والسيد المدير الاكاديميه باش يحل لنا هذا المشكل ان شاء الله حيت هاد الدراري غيضيعوا المشكل اللي كيعانيو منه التلاميذ في الاعداد ديال الفاسي بالنسبه للغه الانجليزيه حتى حنا كنا كنعانيو مع ذاك الاستاذ في 2012 تقريبا هكاك حتى حنا كنا كنعانيو من ذاك المشكل ما كانش كيجي بزاف وشحال ديال الغيابات يعني هذا المشكل هذا اللي نايض على هذا الاستاذ ديال الانجليزيه في الاعداديه على الفاسي هذا راه مشكل راه قديم يعني حنا مثلا راه قرينا في على الفاسي في الانجليزيه 2012 وكان نفس المشكل مع هذا الاستاذ منبر نجمة تي في الجريدة المواطنة المواكبة لجميع الإيقاعات ديال الربوع هذه فيما يخص الموضوع ديال أستاذ مادة الإنجليزية المتوفر لدينا هو عريضة مطلبية لمجموعة من الآباء في هذا الصدد ومن جهتنا نقول بأن أستاذ اللغة الإنجليزية من بين 70 مدرس ومدرسة يجدون ويعملون بكل تفن واجتهاد أستاذ المعني بالأمر يمعن في استنفاذ ما يكفله له القانون وهذا ما يشهد له به ذوي الاختصاص فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي والنفسي والصحي الإدارة من جهتها لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات من منطلق إحقاق الحق وضمان تكافؤ الفرص وضمان الزمن المدرسي لفائدة هؤلاء التلاميذ تتخذ الإجراءات المناسبة في حينها
واللي خصنا يعرفوا الاباء ويطمئنوا بان راه البنيه الاداريه المتجليه في 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 النيابه الاقليميه في المديريه والمتدخلين على الصعيد المحلي من جمعيه الاباء وكل من يهم الامر يعملون حاليا على ايجاد حل ناجي على الوضعيه حتى لا تضيع الفرصه على ابنائنا وان نكون في المستوى المطلوب. نجمة تيفي.